يعني في إيصال الكلمة أو إيصال الفن بطريقة مبسطة أكثر، كون اللهجة صعبة أكثر. احنا اللي علينا راه حنا تنوجدوا الالبومات وتنطرحوهم وكنديروا الاشهارات وكل شيء، وتعرفونا وتعرفوا الاسامي ديالنا. انا شخصيا راني معروفه، يعني ما كاينش اللي ما تيعرفنيش. واش عمرو ما عيطوا عليا؟ ما تيعيطوش عليا. طب ليش ساعات كيعيطوا على اللي غير الاغاني ديالي؟ ليش ساعات الجمال قدر يوصل لعندك؟ ما نقصش شفتوا العيال الله يحفظك.